السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواتي، بتمنى من كل واحد عم يشاهدني لاول مرة يشترك بالقناة ويحط لنا لايك ويفعل زر الجرس لحتى يوصلوا كل جديد وتعمل فائدة على جميع اخواتي، وهذا الشي بيحفزنا على تنزيل فيديوهات قادمة. اليوم اخواتي موضوعنا كتير موضوع مهم وانطلب بالتعليقات، اللي هو حجم اقفاص وطيور الكناري. بالنسبة هذا الموضوع اخواتي بخص طيور الكناري بشكل خاص، شو الأحجام المطلوبة إخواتي لتزاوج طيور الكناري، أو مثلا شو حجم القفص يلي ممكن مثلا نحن نحط فيهم جوز، أو ممكن مثلا نحن نحط فيه فحل لحاله أو إنتاي مثلا لحالة. يفضل إخواتي الكرام إذا أنت عندك جوز عم تطبقه تحطهم قفص كبير، ما يكون قفص صغير. وأنا لحط لكم هلا بعض الصور إن شاء الله لحتى الكل يعرف انا شو عم بقصد بالاحجام الكبيرة او بالاحجام الصغيرة. طبعا الحجم المناسب اخواتي القفص الكناري او القفص اللي نحن بدنا نزوج فيه طيور الكناري هو الطول 40 والعرض 30 والارتفاع 45 نسبيا. هلا يجوز مثلا نزيد 5 سنتي ينقص 5 سنتي، ما في مشكلة، بس هذا هو الحجم المناسب. طبعا هلا في كتير شباب مثلا ممكن تقول انه انو احسن، مثلا انو بفضل القفص الخشب ولا القفص الحديد. اكيد اخي القفص الحديد هو افضل من قفص الخشب. ليش؟ طبعا اخواتي القفص الخشب افضل من قفص الحديد لكتير اسباب. اول شيء اخواتي القفص الخشب بربي فاش اكتر من القفص الحديد، يعني نحن بنسميه مثلا الفاش او الهدب، بتلاقيه بالخشب اكتر من الحديد. الحديد اول شيء تنظيفه اسهل، تمام؟ وتاني شيء بالخشب اكتر شيء بيقعد وين مثلا بالزوايا اللي انتو شايفينها هلا هون مثلا. طبعا اخواتي مثل ما قلت لكم يفضل القفص الحديد افضل من قفص الخشب بالنسبة للطيور الكناري. هلا في قفص خشب ممكن مثلا يستعملونه الاخوان المربيين اللي عندهم خبرة بتربية الحسون او لترويض الحسون، هذا موضوع تاني. مثل ما قلنا انتو شايفين قدامكم هون اخي قفص صغير ممكن نحط فيه الحسون، وهذا القفص الصغير الثاني كمان مثلا الحديد يلي بنحط فيه فحل او بتنحط فيه انتاي لحالها، تمام؟ يعني نحن يعني انا ما فيني احط مثلا انتاي عم جهزها بهذا القفص، تمام؟ هلا انا بالنسبه لي انا بشتغل هذا الموضوع، بس نحن عم نحكي بشكل عام وخاصه لاخواننا المبتدئين بتربيه الكناري. هلا ليش يفضل الحجم يكون كبير؟ لعده اسباب. السبب الرئيسي منها اذا انت كنت حاط الطير بقفص صغير اول شيء ممكن يشحم، ثاني شيء مثلا ممكن من تخبيطه يؤذي حاله مثلا او يؤذي جناحه، فيفضل تحطه بقفص كبير. ما فيني انا احطه مثلا بهذا القفص الصغير للكناري، ممكن انا احط القفص هذا الصغير اللي انتم شايفينه اخواتي هو للترويض الحسون مثلا. طبعا مثل ما انكم شايفين اخواتي هلا انا بحط هون مجسم واحد، ما في داعي بهالاحجام هي الصغيره حط مجسمين، تمام؟ هلا في كذا نوع او كذا حجم موجودين عندي انا، وفي شيء ما انا موجود عندي لحط لكم اياه بالصور ان شاء الله. بالنسبه لهذا الحجم اخواتي، هذا الحجم كتير ممتاز وكتير منيح لتزاوج طيور الكناري اللي هلا انتو شايفينها قدامكم هون. هذا الحجم وهذا الحجم، وفي عندكم هدول الاثنين. هلا طبعا في قفاص بتجي الى سلك بالنص او حاجز او قاطع اللي بدكم اياه سموه، تمام؟ وبيجي مأكلتين لحط لكم صورة هلا انتو بتشوفوها. طبعا هذا القفص اذا وجد افضل من هذا القفص اللي هلا هو موجود عندي هون اللي مأكلتين نحن بنسميه. رح يكون القفص اللي فيه قاطع بالنص او فيه سلك بالنص في له كتير ميزات، وبريح المربي وخاصة المبتدئ. يعني هلا في فرق بين ما انا احط مثلا الانتاية هون والفحل هون، او في فرق بين ما انا احطهم مثلا اجمعهم بقفص واحد ويخلي السلك بيناتهم بالنص ويكون في قاطع حاجز ما يشوفوا بعض، احسن ما انا احط كرتونة ولا قصة ولا حكاية. انا هلا القفص الكبير اللي فيه حاجز ما انا موجود عندي، هذا هو الموجود. بس انا بالنسبة اخواتي بزق بهذا الحجم والامور الحمد لله عندي مية مية بالسليم. طبعا مثل ما انكم شايفين اخواتي فيه هذا كمان باب جانبي، هذا اخواتي اللي فيه باب جانبي كمان لما تحط انت مثلا العش الخارجي رح يصير لسه حجمه لسه اكبر ورح يكون افضل من القفص ما فيه اخواتي باب جانبي.
تمام، لا هاد ولا هاد، مثل ما يكون شايفين قدامكم انتم هون. يعني انا بدي احط العش، بدي يكون العش داخلي. طبعا اخواتي مثل ما حكينا بفيديو سابق، انا بحط مجسمين بقفص الكبير، هذا مجسمين هيك بالحجم هذا. طبعا اخواتي في هذا الحجم كمان، هذا الحجم كتير كبير، انا بستعمله للفراخ فطامة جديدة. يعني اذا انا عندي فراخ مفطومة جديدة بحطها بهذا القفص. ويفضل اخي الكريم يكون المجسم مثل ما يكون شايفين قدامكم هلا هون بلاستيك، ما يكون خشب، سهل التنظيف لانه وما بيعلق فيه فاش يعني هذا. لهون اخواتي يكون انتهى موضوعنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.